تداعيات الخطوة في الداخل الفلسطيني؟ يعني ما المطلوب من السلطة الفلسطينية حتى الآن؟ شهدنا تصريحات منددة وردود أفعال باتخاذ خطوات، ما أو هل ستكون الأفعال بمستوى ردود الفعل الفلسطينية؟ يعني نعتقد انه حتى اللحظه اثبتت القياده الفلسطينيه انها صامده اولا في وجه هذه الاملاءات ومصره على الاستمرار في الدفاع عن حقوق شعبها. اولا نحن لسنا بصدد لا معاداه الولايات المتحده الامريكيه ولا فتح جبهات جديده، لدينا جبهه واضحه امامنا وهذا النظام الاستعماري الاسرائيلي الموجود وكل من يعاونه في إطار تمدده واستمراره وتوسعه على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وفي هذا الإطار نحن قدمنا عدة خطوات على الصعيد الدولي، بما في ذلك شكوى إلى الهيئة الدولية الخاصة بالتمييز العنصري وكذلك الإجراءات المتخذة في إطار المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على مجموعة من الخطوات على صعيد الأمم المتحدة بما فيها مسألة الحماية والتأكيد على مكانة القدس على الصعيد الدولي. يواكب ذلك تحرك واسع دولي يؤكد على المواقف الدولية الداعمة والثابتة اتجاه الشرعية الدولية بما يخص القضية الفلسطينية. لذلك هناك عزل تام للموقف الأمريكي ولا تأثير له على الصعيد الدولي سوى الوزن الأمريكي في هذا الصدد. الآن المطلوب هو جهد أكثر على صعيد الإطار العربي والإطار الإسلامي، ويجب أن يكون الرد شامل. هناك قرارات تم اتخاذها على صعيد القمم والاجتماعات الوزارية العربية والإسلامية، ويجب أن يؤخذ في صددها خطوات، بما في ذلك هناك قرارات تتحدث عن قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفاراتها إلى القدس. لذلك أين موضع تنفيذ هذا القرار؟ أو على الأقل في مسألة تخفيض العلاقات، أو على الأقل في مسألة أعضاء الكونغرس الذين يحملون الأجندة الإسرائيلية الصهيونية ويسوقوها داخل الإدارة وخارج الإدارة وفي العالم أجمع، منعهم من دخول الدول العربية إلى آخره من هذه الإجراءات التي نتمنى على الدول العربية والإسلامية أن تبدأ باتخاذها، بما في ذلك مسألة العلاقات التجارية وغيرها من المسائل الأخرى. طيب، الجانب الفلسطيني قام بواجبه، وقف في وجه هذا التعنت والعجرفة الأمريكية والبلطجة الأمريكية ويواصل نضاله. أريد أن أشير إلى مسألة هامة جدا، هناك تصاعد وتوسع في عملية النضال الشعبي السلمي على الأرض، وأثبتت أيضا هذا الطرح وجاهد الطرح الفلسطيني. هناك توسع دولي للحركة الدولية المؤيدة بالرغم من كل الارتدادات بسبب الحركة الواسعة للحركة الصهيونية والداعمين لها والتي المرفوضة من بكثير من الأموال والإمكانيات، ولكن هناك تأييد دولي واسع للقضية الفلسطينية.